يلا ان شاء الله تكون انتخابات رائعه يتكلم العالم عليها. وطبعا حرصي ان طبعا بتدور على الامن والامان والتنميه في مصر، واعتقد ان الانتخابات دي هتوضح للعالم كله ايه دور مصر واهميه الديمقراطيه في مصر والحريه في مصر والامن والامان والتنميه في مصر. فئه الفلاحين دي الفئات المهمه جدا يا معالي الوزير، وفي هذه المرحله مش هنقدم برضه تقول ايه الفلاحين مصر؟ طبعا الفلاحين مصر دولت عمود الاقتصاد القومي في البلد، واعتقد هم عندهم درايه وعلم ومعرفه ان هم ينتخبوا وبيطلبوا برضه التنميه في مصر، فاعتقد ان هم هينتخبوا. معالي الوزير، رؤيه حضرتك لحرص المصريين على المشاركه للكاميرا بعد اذن حضرتك منذ الصباح الباكر، يعني من قبل فتح اللجان. هو ده كتالوج المصريين، وهو المصريين يعني ناس بتقف في الشده دايما بيجتمعوا مع بعض. طبعا استاذ حضرتك نقول التصريح ده للكاميرا بس مش ليا عشان الكاميرا. اتفضل. هو طبعا المصريين طبعا ده كتالوج بتاعهم، واعتقد ان هم حرصهم الشديد ليه هم بيدوروا على الامن والامان والتنميه، واعتقد حرصهم الدائم على هذا للامان في مصر يعني. شكرا.